السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، وحشتوني وحشتني جدا. الاهلي بيفوز على نادي سيمبا التنزاني بثنائية دون رد، بدأها عمرو السولية اللي النهاردة تقريبا ما كانش موجود في أرضية الملعب غير في الهدف، باستثناء الهدف اللي هو جابه. فعلا عمرو السولية النهاردة بيعمل أسوأ مباراة لي من ساعة ما جه النادي الاهلي لحد دلوقتي، دي حقيقة. فبدأها عمرو السولية ونهاها محمود كهربا. طبعا عايزين كلنا ندعي لحسين الشحات بالشفاء، لان الاصابه دي شكلها كانت تقيله عليه، لان الموضوع الخبطه جت تقريبا في الراس او في الرقبه، قطعت النفس تقريبا مع عند حسين الشحات. وان شاء الله ان شاء الله يبقى بصحه جيده فيما هو قادم بالمعنى الاصح. النهارده في المباراه بقى، المباراة تحس ان هي في اول 5 دقايق الاهلي مسك كورة، جه بعد كده طمع سيمبا التنزاني على المباراة. المباراة كانت ماشية لصالح نادي سيمبا التنزاني، تمام. بس الفكرة في ان مارسيل كولر كان سايب الكورة مع نادي سيمبا التنزاني عشان خاطر هو عايز يلقط غلطة، والغلطة جت في الشوط التاني، تمام. فانا شايف النهاردة اللي كان عليهم ضغط كله هو خط النص مروان عطية و كوكا وخط الدفاع كله بلا استثناء. النهارده خط الدفاع ومروان عطيه وكوكا النهارده بيقدموا مباراه عالميه، مباراه كبيره، مباراه يعني اقول لك ايه، تتحسب ليهم بالمعنى الاصح. تيجي بقى على الناحيه الثانيه، عندك رضا سليم ما تفهمش مارسيل كولر كان عايز ايه من ان حسين الشحات يلعب على الشمال ورضا سليم يلعب على اليمين. بصراحة أنا مش كنت فاهمها، أنا قلت طالما رضا سليم هيلعب على الجنب الشمال وحسين الشحات هيلعب على الجنب اليمين. إنما قلبت الآية ما شفتش ولا نتيجة من هنا ولا نتيجة من هنا، لحد ما أنت ما فكرت إنك أنت تراجع نفسك، بدأت إنك أنت ترجع، بقى في خطورة هجومية على نادي سيمبا. بقينا نحس فعلا إن في لعيبة النادي الأهلي بتلعب قدام نادي سيمبا. لما أنت رجعت رضا سليم للجنب الشمال للجناح الشمال، ورجعت حسين الشحات في الجناح اليمين، بقيت تشوف في كوره خدها طبعا رضا سليم بحرفنه بالمعنى الاصح، جري ناحيه حارس المرمى، شاف مودست جاي عليه، راح جاي مديله الكوره، مودست حط المدافع في ظهره، خلاص الكوره بقت في حوزته، ادى الكوره لعمرو السوليه اللي تقريبا عمرو السوليه شمعها في الجون، وهي دي اللي تتحسب لعمرو السوليه في المباراه النهارده. عمرو السوليه اللي ما كانش فعلا موجود النهارده في ارضيه الملعب. في ناس تقول لك على مودست ان مودست تقريبا غلط ان هو يلعب او يكمل مع نادي الاهلي، لا بالعكس والله، انا شايفه من ساعه ما جه لحد دلوقتي حتى لو هو مش في حالته بيديك كوره كورتين. بيديك يعني الماتش اللي فات بتاع الذهاب اللي كان بيتلعب في تنزانيا، كان ليه ضربه جزاء وليه شويه لمسات كده بتبقى جميله. ده اللي انا شايفه، انت بقى شايف حاجه تانية دي حاجه تخصك، بس انا شايف ان مودست من ساعه ما جه النادي الاهلي وهو بيعمل كل اللي عليه، يعني انا شايف فيه فعلا ان هو ليه لمسات جميله، ليه لمسات حلوه. النهارده حط المدافع في ظهره، ادى الكوره للسوليه، السوليه جابها شمعها في الهدف، شمعها في الشبكه، تمام. تعال بقى نتكلم على مين، على علي معلول. علي معلول كان شويه يظهر وشويه يختفي، شويه يظهر وشويه يختفي. هو المباراه النهارده ما تحسلهاش ان فيها، يعني اقول لك على حاجه، الماتش اللي فات لما انت كسبت في تنزانيا كان ليها طعم، فعلا كان ليها طعم. انا كان بالنسبه لي انك انت تطلع النهارده تعادل 0-0، انا كنت احسها النهارده مكسب، في حين حاجه واحده بس، ما تقوليش مثلا لا انك انت حرقت دم عبد الحق بن شيخه. عبد الحق بن شيخه اللي هو جاي قبل المباراه عمال يقول احنا عايزين ننسى الماتش اللي فات وبنلعب بجديه الماتش ده، وان شاء الله هنعبر الاهلي من عن طريق القاهره او في استاد القاهره. ونفس الكلام قاله رئيس نادي سيمبا التنزاني برضو، ان انا قلت للعيب عايزين ننسى الماتش اللي فات او ننسى اللي حصل قبل كده ونفكر في اللي جاي، وعايزين نعدي النادي الاهلي، عايزين نعدي النادي الاهلي من قلب القاهره او من قلب مصر. اديك انت عديت من قلب القاهره من قلب مصر بس على تنزانيا، تمام. فأنا شايف فعلا إن المباراة النهاردة على قد ما هي كانت سلبية، على قد ما أنت طلعت منها بحاجات حلوة. يعني عندك مثلا كوكا النهاردة كان بيقدم أحسن مباراة لي، وطبعا ده العادي بتاع أحمد نبيل كوكا. مروان عطية ده العادي بتاعه برضو،
خط الدفاع عندك كله من اول علي معلول لحد محمد هاني النهارده بيقدموا فعلا مباراه جميله جدا. حسين الشحات مش عليه اي لوم في المباراه خالص لانه هو كان بيقضيها دفاع وهجوم دفاع وهجوم. كان بيسند في الدفاع وبيسند في الهجوم. تحس النهارده ان حسين الشحات ما كانش اناني، الكره في رجليه، ما كانش بيحب ان هو لا يرقص ولا الكلام ده كله، لا بيباصي تمام. فانا شايف فعلا مباراه النهارده تكتيكيا من ناحيه مارسيل كولر جيده ان لم تكن ممتازه، لان هو طلع بالمباراه باللي هو عاوزه. انت اصلا كسبان 1-0، انت لو مجرد انك انت تجيب واحد كمان على ارضك هنا فانت خلاص قتلت الماتش. فالحمد لله على المكسب، والاهلي الى دور نصف التاني نصف النهائي للمره الخامسه على التوالي، للمره الخامسه على التوالي، والمره السابعه عند 8 سنين فاتوا. يعني لو هنيجي نتكلم في اخر 8 سنين انت وصلت نصف النهائي 7 مرات تمام. فالف مبروك للاهلي والاهلاويه، وان شاء الله القادم افضل، ولسه هنعرف هنقابل مين ان شاء الله بكره بعد مباراه مازيمبي وبترو اتلتيكو. تعال بقى نتكلم على تصريح كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، اللي ما تفهمش من التصريح ده ايه. يعني انت دلوقتي الدنيا كانت قايمه على نادي الزمالك بسبب اللي حصل امبارح، بسبب الموضوع المتحدث الاعلامي احمد سالم لما طلع اتكلم وقال ان الزمالك هيلعب ماتش الدوري قدام النادي الاهلي، ماتش قدام النادي الاهلي يوم 15 ابريل في استاد القاهره، وراح جاي كاتب في الاخر الزمالك اولا تمام. وطبعا الدنيا قامت امبارح ما قعدتش، وزي ما احنا كنا عايشين الدنيا امبارح، النهارده او دلوقتي بيطلع كابتن حسين لبيب بتصريح بيقول ايه الزمالك اولا، يعني ايه بيثبت المعلومه. هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم كما اراه طوال عمري، واحد جمهور يضع كل الثقه في ناديه وادارته، وان شاء الله نحن قادرون على تحمل تلك المسؤوليه الضخمه. 2 جمهور اخلص للنادي وشجعوا في جميع الاحوال، وولائهم الدائم للكيان فقط وليس للاشخاص، ونحن على هذا العهد. جمهور يعي تماما كلمه انتماء واخلاص، وعندما شجع النادي لم ينظر الى شيء غير ان يظل دائما داعم للكيان، وهذا حالنا جميعا. 4 جمهور رغم الظروف القاسية التي عانى ويعاني منها الكيان، إلا أنه دائما وأبدا في ظهره، وهذا ما تعهدنا عليه جميعا. الإدارة كما أراها لا تتخذ قرارات في حالة الغضب، وأيضا لا تعطي أي وعود وهي في حالة السعادة. كلام الناس أشبه بالتراب، إذا لم يطير بالهواء فهو بالأقدام يداس. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. طيب أنا كده فهمت إيه؟ انا كل اللي انا فهمته دلوقتي انك انت مش بتاخد قرار وقت الغضب، وانك انت قعدت تتمجد في الجمهور وبس. طيب مفيش رد للي حصل امبارح؟ لا مفيش اي حاجه. طيب انك انت تقول فيها، تكذب فيها المتحدث الاعلامي بتاعك، انك انت تكذب مثلا الاعلام اللي كان طايح امبارح على جمهور نادي الزمالك وعلى نادي الزمالك عموما؟ لا. طيب ايه سبب المنشور؟ ما الجماهير كلها قاعده مستنيه المنشور بتاعك، يعني جماهير نادي الزمالك قاعده مستنيه المنشور بتاع كابتن حسين لبيب. انا شايف ان التصريح بصراحه ليس له اي علاقه بما حدث. بس تعال بقى نتكلم على تصريحات امام عاشور اللي طلع النهارده مع منى ابو هاب على قناه الرياضه، قناه النهار، قناه الحياه، اقصد معلش قناه الحياه. هقول لك على كل، يعني ايه، هقول لك على حاجات كده هو اتكلم فيها. اول حاجه لما قال تصريحات، انا هقول لك على التصريحات كلها بقى. اول حاجه يعني تصريحات امام عاشور طلع قال كابتن رضا عبد العال بيقول كلها 3 شهور وتمثال العجوه والعسل. منى ابو هاب بتقول له كابتن رضا عبد العال بيقول كلها 3 شهور وتمثال العجوه والعسل اللي عاملينه لإمام عاشور يسيح. راح جاي إمام عاشور راح جاي رادد بيقول إيه؟ ما هو علشان كده واخد 3 كأس عالم وبطولتين مع النادي الأهلي، والحمد لله بمساعدة زمايلي طبعًا، عشان كده زي ما هو بيقول. ما هو عشان كده واخد. بصراحة اللي أنا شايفه إن هو إيه، كان طالع بيتكلم مع منى عبد الوهاب بيرد على كل المنتقدين اللي كان بيتكلم عليه. طبعًا جاي بتقول له طب أنت كده كسرت جبهته لما قلت له يا هجاص.
قال لها احنا دايما في مصر هنا بنحب الشو، بنحب الضحك، لما بلاقي اي حد بيقول اي افيه هركز معاه، وده كلام هو بيقوله علشان كده. مع احترامي الكبير لكابتن رضا عبد العال، طبعا انا بحبه بس هو فعلا بيضحكني بيضحكني، يعني هو فعلا في حاجات هو بيقولها فعلا بتضحكني. المهم ان انا اللي انا عايز افهمه لك ان امام عاشور ما زال زملكاوي، بس بيشجع مع نفسه الاحتراف بره، يعني اي عقد احتراف، وقال كده بنصا ان هو اللي هيشتريني انا هشتريه. يعني لما جه من نادي ميتلاند الدنماركي وجه حاول ان هو عايز يرجع للنادي الزمالك، لقى الدنيا كلها مقفوله في وشه، بل بالعكس كانوا بيقولوا له خلص نفسك وتعالى لنا. طب هو هيخلص نفسه ازاي؟ هيروح يدفع 3 مليون يورو اللي نادي الزمالك خدهم؟ طب ازاي وهو اصلا ما كانش بياخد فلوس اصلا من نادي الزمالك؟ ده هو تقريبا اللي انا عرفته ان هو كان بياخد اقل راتب لاعب مع نادي الزمالك. وده مش كلامي، ده كلام كل اللي كان او كل المسؤولين في نادي الزمالك، من اول مدحت عبد الهادي لكابتن حسين لبيب اللي قال لك ان امام عاشور اكتر واحد اتظلم مع نادي الزمالك، ده غير حاجات كتير، تمام؟ فبالتالي لما تلاقي ان في اداره كانت ماسكه نادي الزمالك بتقول للاعب خلص نفسك وتعالى، طبعا الراجل بيقول انا اول ما كلمني امير توفيق من غير ما افكر وافقت ان انا اروح لنادي الاهلي، وما رضاش ان هو يدخل بقى في جو بقى ايه زمالك واهلي وانتماء ومش عارف ايه. لا بالعكس، هو كل الحكايه اول ما اتكلم قال اللي هيشتريني انا هشتريه، وهو ده الاحترافيه فعلا في الكلام. غير ان هو ما انكرش حبه لنادي الزمالك، غير لما في تصريح واحد اللي هو محمد عبد الله لما طلع اتكلم وقال ان انا كنت قاعد، او امام عاشور كان قاعد معايا بيتفرج على ماتش الزمالك وفيوتشر وهو لسه بيشجع نادي الزمالك، تمام؟ هو ما انكرش ده، هو قال هو فعلا كان قاعد عندي واتفرجنا على المباراه تقريبا ربع ساعه، وانا نزلت عشان كان عندي جلسه مع الدكتور عشان خاطر كتفي. اذا انت مش هنقدر نغير موضوع انتماء امام عاشور ان هو زملكاوي، هو فعلا زملكاوي واحنا كلنا عارفين ان هو اساسا زملكاوي، بس اللي عجبني فيه ان هو طالما بيلعب في نادي غير نادي الزمالك بيخلص ليه، هو ده اللي احنا عايزينه كجماهير اهلي. انما هتيجي تقول لي مثلا ان هو ازاي يطلع يقول كلام غير كده ومش يطلع يقول كده، هو ما قالش ان هو قال انا لسه عادي، انا عارف ان جمهور نادي الزمالك لسه بيحبني وانا برضو بحب جمهور نادي الزمالك، هو ده كل اللي قاله. في ناس كتيره تطلع تقول لك مثلا ان امام عاشور ازاي يطلع يقول كده ومش عارف ايه. طب ما انت عايزه يقول ايه؟ ان انا خلاص بقيت اهلاوي رسمي؟ لا طبعا، ده هو لسه ما كملش حتى في مع النادي الاهلي، انت بتتكلم لسه ما كملش موسم. طيب استنى سنتين ثلاثه على امام عاشور وانت هتشوف منه، انما مش عايزين نحكم على اللاعب من اول ما يجي، يعني بمعنى صح. وفي ظل ان احنا برضو كلنا كجماهير اهلي عارفين ومتاكدين كويس جدا ان امام عاشور هو اصلا من صغره وهو زملكاوي، تمام؟ وهو لما راح لنادي الزمالك وراح قال لهم ان انا عايز ارجع، البيبان كلها اتقفلت، واول عرض جاله من النادي الاهلي من غير ما يفكر قال لك احسن حاجه بتعجبني في النادي الاهلي ان هو ماشي على سيستم، وانا عارف الكلام ده من ايام ما كنت في الزمالك ان هو ماشي على سيستم. فبالتالي انت بتتكلم في لاعب عارف هو جاي فين وعارف هو بيتكلم في ايه وعارف هو عايز ايه. ده غير ان هو بيقول لك المذيعة لما جت ان هي تتكلم معاه بتقول له زنقته في موضوع كده، بتقول له هو انت اول ما جيت نادي الاهلي مين اللي قاعد معاك وقاعد يتكلم معاك؟ راح جاي بعد ما كان عايز يتوه عن الكلام وكل حاجه، راح جاي قايل ايه في الاخر؟ كابتن محمود الخطيب. قالت له طب انت وعدته باي حاجه؟ قال لها في الاول لا، انا وعدته بوعد واحد. ايه هو الوعد؟ ان انا اجيب له دوري ابطال افريقيا السنه دي. اذا انت بتتكلم برضو في لاعب، يعني هو ايه عنده هدف عايز يمشي عليه، عنده هدف عايز يوصل له. اللي ما عرفش يوصل له مع نادي الزمالك هو عايز يوصل له مع النادي الاهلي، وده طبعا احنا بنحبه. اللي بيفكر في البطولات وبيفكر في المستقبل فاهلا بيه، اهلا بيه في حضننا. انما اي لاعب مش هيدي لتيشيرت، مش هيضيف لتيشيرت النادي الاهلي، يبقى ملوش ريحه اللازمه. وانا شايف من ساعه ما جه امام عاشور لحد دلوقتي بيضيف وهيضيف للنادي الاهلي. بس انا دلوقتي طبعا وصلت لنهايه الفيديو، طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.